برحب بالاستاذ دكتور رمضان ابو العلا، استاذ هندسه البترول والطاقه. دكتور رمضان مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور يا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. ممكن لو بصينا كده على القائمه هتلاقي فنزويلا واحده من اكبر الدول المصدره للنفط، لا يختلف فيها اتنين يعني، ليبيا من كبار المنتجين، ايران كذلك، انجولا والجزائر مخزون نفطي كبير جدا وغاز ايضا، الكويت ايضا من اكبر الدول العربيه في احتياطيات البترول يعني، ثم مصر، احنا في المركز السابع. السؤال ممكن ازاي احنا نكون من ارخص الدول في سعر لتر البنزين مع الدول دي كلها اللي هي مصدره للبترول؟ هو الحقيقه يعني قبل ما اجاوب بشكل مباشر على سؤال حضرتك، حلقي الضوء بس على الازمه او حاله الارتباك اللي بيشهدها العالم في تحديد اسعار النفط بشكل عام واسعار المشتقات البتروليه على وجه الخصوص. وطبعا زي ما جاء في التقرير بسبب عده عوامل، اهمها بطبيعه الحال الحرب الروسيه الاوكرانيه والركود الاقتصادي ايضا اللي بيشهده العالم بسبب الارتباك في سلاسل الامدادات. صحيح. فيما يتعلق بمصر، مصر لها وضع خاص، بمعنى انه مراعاة البعد الاجتماعي بيأتي على رأس أولويات الحكومة حقيقة، وبيتم تحديد سعر المشتقات البترولية وعلى رأسها البنزين من خلال طبعا لجنة تسعير اللي بتجتمع كل 3 أشهر، وبتعتمد في تحديد السعر على 3 عناصر، هي سعر خام برنت اللي دلوقتي وصل حوالي 83 او 82 دولار، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وهنا بقى هنقف وقفه الحقيقه. والعنصر الثالث هو سعر التكلفه. كان متوسط سعر اللتر البنزين في مصر مقابل الدولار قبل انخفاض الجنيه المصري في الفتره الاخيره كان حوالي 50 سنت تقريبا، عندما كان تقريبا سعر الدولار حوالي 20 جنيه تقريبا. بعد الانخفاض طبعا في سعر الجنيه بقينا 35 سنت، فيما يتعلق اذا كان مرتبط طبعا بسعر الدولار. وده رفع مصر في المرتبة طبعا السابعة من اكثر الدول انخفاض عشان قاسوها بالدولار، واحنا بالتالي سعر لتر البنزين ثابت ولكن الدولار زاد، فبالتالي اصبح ارخص قياسا بالدولار من نص دولار ل 35 سنت يعني. احتلينا مركز متقدم تمام. في الدول الاكثر اقل سعر. صح. انما الحقيقه بقى الشيء اللي يطمن انه السلطه المخوله للجنه التسعير هو تحريك السعر في حدود 10% بالزيادة او الانخفاض مقارنة بالسعر الذي يتم التعامل به او التثبيت، واكتر من مرة حصل تثبيت، ما حصلش تحريك للاسعار يعني. بالظبط كده يا استاذ عمرو. طبعا بدون شك ان زي ما انا ذكرت انه اللجنة طبعا بتراعي البعد الاجتماعي عند اتخاذ القرار ومتوسط دخل الفرد، فيعني انا اعتقد انه لو كان هناك زياده هتبقى زياده طفيفه. ما نعرفش يعني، ما نقدرش بصراحه دكتور يعني ممكن يكون تثبيت، قد يكون زي ما حصل قبل كده يعني احتمال يعني. انما طبعا يعني بالنسبه للعناصر اللي بتعتمد عليها اللجنة زي ما ذكرت، سعر خام برنت ارتفع، سعر الجنيه انخفض، سعر التكلفة زاد، فطبعا هيبقى طبعا هذا القرار قرار سياسي بامتياز الحقيقة. يعني كل العوامل زي ما حضرتك بتقول بتؤدي الى ان لازم التحريك في حدود 10% من سعر اللتر دلوقتي يعني، عشان وده وفقا لعمل اللجنة انها ترفع او تخفض 10%، مش 15 ومش 20. لا تمام تمام، في حدود 10%. بالظبط.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور رمضان ابو العلا استاذ هندسه البترول والطاقه، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.